الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس 93 من سلسلة دروس فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا. آمين آمين. الله. قبل أن نبدأ بالدرس، أول شيء، ما هو اللبس الذي حصل في الدرس الماضي وأنت سألتني؟ أنا غاب عن ذهني السؤال تماما، ولكن ذكرني بشيء منه صديقكم. فما هو؟ إذا لم يوصل، إذا لم يغسل الميت ودفن. الميت إذا دفن بدون غسل، دون أن يغسل، الذي مر معنا أنه إن أمكن إخراجه بدون نفش القبر، يعني دفن بدون تغسيل، أو لم ييمم دون تيمم، كأن ماتت امرأة وليس هناك من يغسلها، فالواجب أننا نقوم بتيميمها، فدفنت لجهل الناس. فإن أمكن إخراجها بدون نبش، كيف بدون نبش؟ يعني دفنت ولم يغلق القبر بعد، دفنت ولم يهال التراب بشكل كامل عليها، أمكن أن نخرجها، يعني بعد أن دفنت ووضع عليها اللبن وقبل أن يهال التراب ويسوى القبر، جاء من يقول: هل غسلتم فلانة؟ يممتموها؟ قال: لا، ما غسلناها ولا يوجد. طب لماذا لم تيمموها؟ قال: ما نعرف أن هذا الحكم. قال لهم أن يخرجوها وتيمم. ليه؟ لأنه أمكن إخراجها دون نبش القبر. فإن أغلق القبر تماما، أغلق القبر تماما ولا يمكن إخراجها إلا بنبش، يصلى على القبر بدون غسل، يصلى على القبر بدون غسل. ولكن هنا في الكتاب مسألة الشيخ، أنا لعلي لم أقف عليها في الدرس الماضي، هو أنه لما قال الشيخ الصحيفة 608: ومن لم يصلى عليه فدفن بعد غسله أو تيممه صلي على قبره، صلي على قبره. نعم. فهنا الشيخ ما قال كما قال في سابقته: إن أمكن إخراجه بدون نبش. هنا قال أطلقه بمجرد ما دفن: إن أمكن إخراجه أو لم يمكن إخراجه يصلى عليه ولا يخرج. ليه؟ لأن هناك عندنا من شرط صحة الصلاة على الميت ما هو؟ طهارته. فهناك لابد أن نحقق الشرط، نحقق الشرط وهو طهارة الميت حتى تصح الصلاة عليه، فيخرجه. فلما عجزنا عن إقامة الشرط ماذا نفعل؟ ألا تصح الصلاة إلى غير جهة القبلة، عند العجز عن استقبال القبلة يصح. فلما فقدنا الشرط، تعذر وتعسر إقامة الشرط، جازت الصلاة بدون هذا الشرط. فهنا لم نؤمر بإخراجه وإن كنا نستطيع أن نخرجه بدون نبش. ليه؟ لأن الشرط الصلاة وهو الطهارة موجود، لا يحتاج لإخراجه. فيعتبر القبر كالتابوت، كالنعش، ويصلى على القبر. نعم. أما من خلق ولا يعني اخترق بالنار ولا يستطيع أن يغسل، قلنا إذا احترق بالنار حيث تلاشى، نعم، هذا لا يغسل، لأنه شرط تغسيل الميت أن يوجد أكثر أعضائه. نعم. أو هل يصلى عليه ولا؟ على ماذا نصلي؟ على معدوم؟ لا يصلى عليه أيضا، يعني صار حكمه هذا لا يصلى على الرماد. من شروط الصلاة على الميت وجود أكثر الميت،
وجود أكثر المجيد، وهذا لم يوجد منه شيء فلا يصلى عليه. بالاتفاق لا يصلى عليه. عندنا لا ما لا أعلم بوجود قول من قال يصلى عليه. احترق بعض. ولا إذا احترق بعض ما دام وجود أكثر جسمه الرأس مع الصدر فيصلى عليه بالاتفاق يصلى، ولكن الخلاف فيما لو وجد رأسه فقط، منهم من قال يصلى عليه ومنهم من قال لا يصلى عليه. الخلاف في مسألة الرأس هنا. أما ما عدا ذلك يعني إذا احترق وذاب حتى ما بقي رماد لا يصلى عليه. هذا زال اللبس إن شاء الله. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو وضع الميت خارجه. الآن الحديث حول ما حكم الصلاة على الجنازة داخل المسجد، قلنا فيها كراهة. ما هي العلة؟ خشية تلوث المسجد من نجاسة متوقعة الخروج من الميت. فقال ولو وضع الميت خارجه أي خارج المسجد وقام الإمام خارجه ومعه صف والباقي يعني باقي الصفوف في المسجد اختلف المشايخ. يعني مثلا هذا هو المسجد الآن، هذه جهة القبلة مفتوح من جهة القبلة، هنا الميت والإمام هنا خارج المسجد وصف كذلك خارج المسجد ثم الصفوف التي بعده هي في المسجد في الداخل، ما الحكم؟ قال اختلف المشايخ في هذه المسألة. خارج المسجد هو عرصة بقطع النظر، كان عرصة المسجد أو غير المسجد، عرصة المسجد هم خارج المسجد بقطع خارج البناية، يعني خارج خارج حدود المسجد. هذا المسجد كما قلنا، هذا الآن المسجد، الإمام هنا الميت وهنا الإمام، هنا صف، الصف الثاني في المسجد، ما الحكم؟ اختلف العلماء في ذلك، هل يجوز أو لا يجوز، هل يصح أو لا يصح، أو هل يكره أو لا يكره. الخلاف في الكراهة وليس في الصحة. هي الصلاة صحيحة بالاتفاق، حتى ولو صلوا عليه والميت في داخل المسجد الصلاة صحيحة، ولكن فيها كراهة. قال اختلف المشايخ فقيل لا يكره. ليه؟ قال لأنه ليس فيه احتمال تلويث المسجد، العلة فقدت علة الكراهة. وقيل يكره. هذا من الذي أطفأه؟ غفر الله لك يا شيخ. طيب عبد الله قل آمين. مرة من المرات أحد الأشخاص قال لغيره فعل شيئا هكذا، فقال له الله يهديك. قال ماذا فعلت؟ قال الله لا يهديك، دعوت لك بالهداية. مرة حصل معي أمر، كنت أشتري خضرة السعر كان مرتفع، فقلت له السعر مرتفع يعني لماذا هكذا السعر عندكم؟ فأراد هو كأنه أراد أن يغيظني، فماذا قال؟ الله يهديك يا شيخ. قلت له آمين يا رب، اللهم اهدني لما تحب وترضى. فنظر علي هكذا وسكت وما تكلم بكلمة أبدا، قطعت عليه الحجة. فإذا ما قلت وجه لك إنسان بمثل هذه الكلمة قل له آمين، الله يصلحك آمين، لا تقل له ماذا فعلت، وإن لم تفعل أنا دعوت لك بالصلاح قل آمين، دعوة لعلها تكون مستجابة. الله يغفر لك يا شيخ. قال ففيه فقيل لا يكره لأنه ليس فيه احتمال تلويث المسجد، وقيل يكره لأن المسجد أعد لأداء المكتوبات فلا يقام فيه غيرها إلا لعذر، إلا لعذر. قال والأول أظهر، الأول الذي هو عدم الكراهة، يعني لأنه لا يكره النوافل وغيرها من أنواع الطاعات وأصناف الدعاء، وأصناف الدعاء. إذن الشيخ هنا ماذا قال؟ قال الأظهر أنه عدم الكراهة،
ولكن الذي نصره في الدر المختار أنه أن الكراهة مطلقة مطلقا الكراهة مطلقا وعزى ذلك إلى صاحب الخلاصة. نعم، حتى الشيخ ابن عابدين ذكر كلاما طويلا فنهى هذا الكلام فقال أن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤيد أو يدل على أن الكراهة مطلقا على أن الكراهة مطلقا. نعم مولانا، العراصة هو تعد من داخل المسجد؟ فيها خلاف كذلك بالنسبة لعراصة المسجد، منهم من اعتبرها من أئمة الفقهاء من اعتبرها داخل المسجد من وجه ولم يعتبرها من وجه. فأعطيك مثال، يصح الاقتداء من فيها من كان خارجها، ومنهم من قال لا يصح بشرط اتصال الصفوف. فمنهم من قال هي من المسجد باعتبار الصلاة وليست المسجد من جهة جواز المرور فيها للحائض والجنب بالنسبة للعرصة، ففيها خلاف بين، فالأفضل يعني عدم المرور لغير المضطر. فالشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى الذي نص عليه أن ظاهر الرواية الكراهة مطلقا، وهذا خلاف ما ذكره الشيخ هنا، قال الأول أظهر الذي هو عدم الكراهة. فهمنا أحبابنا؟ قال وأما المسجد الحرام فمستثنى، يعني تجوز الصلاة فيه حتى ولو كان الميت داخله، كما صرح به ابن الضياء، إذ هو يعني المسجد الحرام موضوع لأداء المكتوبات والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة والاستسقاء، ولعله بهذا المعنى جمع في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله. لما قال مساجد الله وهو مسجد واحد؟ المراد به أن المراد بمساجد الله هنا المسجد الحرام، لما جمعه فقال المساجد ولم يقل المسجد؟ قال جمع باعتبار أن هذا المسجد موضوع لأداء المكتوبات والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والخسوف، فتتحقق فيه عبادات. نعم مولانا. أما من مات في المسجد هل يخوف منه تلويث المسجد أم لا؟ الذي مات في المسجد طبعا يخرج مباشرة إلى يلوث المسجد، هذا أدعى. الذي مات في المسجد هو من باب أولى لابد أن يلوث المسجد، أن بمجرد ما مات استرخي مفاصله يخرج ما في بطنه من بول وغير ذلك، يخرج من المسجد مباشرة. قال أو لكبره، يعني ما سئل ما قال إنما يعمر مساجد الله جمعه، قال لكونه كبيرا وسعة قدره، أو لتعظيم أمره، يعني أنت عندما تخاطب مثلا من هو أكبر منك سنا أو قدرا أو مكانة تخاطبه بصيغة الجمع، تقول أنتم مولانا، وفي الواقع وأنت تخاطب واحدا، فالجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم. أو لاشتماله على جهات، يعني المسجد الحرام في أي جهة صليت فيه تستقبل القبلة، فلذلك كان مساجد وليس مسجدا، كل جهة بمنزلة مسجد، أو لأنه قبلة المساجد كلها لذلك جمع، قال إنما يعمر مساجد الله. قال ولا يصلى عندنا، وفي ظاهر مذهب مالك على غائب، على غائب. وعضو علم موت صاحبه، عضو يعني وجدنا يد إنسان وقد تيقننا أن صاحبه قد مات، صاحب اليد قد مات، ولكن ما وجدنا إلا يده، وكما قال الصديق احترق إنسان كله ولم يبقى إلا يده، هل نصلي على هذه اليد؟ قال لا يصلى عليها، ولكن تدفن، تلف بخرقة وتدفن لأنها عضو إنسان محترم. الأظافر السنة أن تدفن، والشعر السنة أن يدفن،
ونحن مقصرون بأمثال هذه السنة. نذهب عند الحلاق يقص الشعر ونذهب ونتركه فيرميه في القمامة. عندما يرمي في القمامة بعد ما يدفن قال إلا أن يوجد أكثر بدنه، أكثر بدن الميت أو نصفه مع رأسه، لا مطلقا كما قال الشافعي. الشافعي قال إذا وجد نصف الميت يصلى يغسل ويصلى عليه. قال معللا بأنها بأن الصلاة دعاء فتجوز، عفوا مطلقا، انتهى الكلام، لا مطلقا كما قال الشافعي، معللا بأنها دعاء فتجوز بلا قيد حضوره ولا وجود أكثر بدنه، حتى لا يشترط وجود أكثر بدن الميت. كيف؟ وقد روى الشيخان عن أبي هريرة أن سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. قلنا كان ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، بدليل عدم صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الغائبين من أصحابه مع شدة حرصه على الصلاة عليهم لما روينا. واضح الكلام أحبابي؟ إن شاء الله. وهذا الخلاف مبني في الحقيقة على منع تعدد الصلاة عليه وعدمه، فنحن عندنا تعدد الصلاة غير مشروع، عند الشافعية تعدد الصلاة مشروع، فلما قالوا تعدد الصلاة مشروع جاز أن تصلي على الغائب، فمن صلى عليه من قومه هناك في المكان الذي مات عليه مات فيه يصلي أنت كذلك. نحن عندنا التعدد غير مشروع، التعدد غير مشروع. نعم. اقتداء بهم عند صلاة الغائب، كيف تقتدي بهم وهم ليسوا في هم يرتكبون معصية الآن؟ بدعها فعل في اعتقادنا طبعا، نحن هم بدعة يرتكبون، هذا فعل غير مشروع. لا نقتدي. هذا الموضوع، لا تقتدي لا بمعنى أنك تبدعهم وتحاربهم، لا لا، أنت إن أحببت أن تقتدي بهم لا مانع من ذلك، لكن الحكم عندنا أن هذه الصلاة غير مشروعة. وسن في حمل الجنازة 4 من الرجال، هذا هو النعش الآن، يحمله 4، واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحد من زواياه، 4 يحملون النعش على الأكتاف، هكذا على الأكتاف وليس على الأيدي، لما روى محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن منصور بن المعتمر عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أنه قال من السنة حمل السرير بجوانبه 4. ورواه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن شعبة عن منصور ولفظهما فليأخذ بجوانب السرير 4. ورواه ابن ماجه بلفظ من اتبع جنازة فليأخذ بجوانب السرير 4 كلها، فإنه من السنة، فإن شاء فليتطوع، يعني يأخذ النعش ويحمله على كتفه بالطريقة المشروعة، وإن شاء فليدع، لا يحمل هذا النعش، وإن شاء فليدع. ولقول علي الأزدي رأيت ابن عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير 4، يعني مشى من هنا من هذا الجانب ثم انتقل إلى هنا ثم إلى الأول ثم إلى الأخير، يعني حمل الجنازة من جوانبها 4، وهذه هي السنة أن تحمل الجنازة أنت من الجوانب 4، تنتقل من مكان إلى مكان. ولقول أبي هريرة رضي الله عنه من حمل الجنازة بجوانبها 4 فقد قضى الذي عليه، أن أديت الواجب الذي عليك، أديت الواجب الذي عليك. رواهما عبد الرزاق. وورد من حمل الجنازة بجوانب السرير 4 غفر له 40 كبيرة، رواه ابن عساكر عن نافع.
مثل هذا الحديث يحتاج إلى تحقيق. يعني 40 كبيرة، من هذا الهالك الذي سيفعل 40 كبيرة؟ من هذا الهالك 40 كبيرة؟ كيف يفعل 40 كبيرة؟ الله أكبر، كبيرة، كبيرتين، ثلاث، أما 40؟ يا ربي سلم سلم، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك يا رب. قال ولا يسن ثلاثة، أي لا يسن أن يحملها ثلاثة أشخاص بل يحملها أربعة، كما قال الشافعي بأن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما. العاتق هو موضع الرداء، لا موضع الرداء من المنكب، يعني موضع الرداء من هذا المنكب وهذا المنكب، أين يضع الرداء أنت؟ بينهما، فهذا يسمى العاتق، يسمى العاتق. واضح من هنا إلى هنا كل هذا عاتق، هذا يسمى منكب، يسمى منكب هذا. قل عاتقي، عاتقي، أي العاتق كما قلت لك مولانا، يعني المنطقة من هنا إلى هنا جمعت، يعني جمعت بين الكتفين. هنا أظن عن العاتق فقط، ممكن أقول العاتقين، أراد بالعاتق هنا عاتقيه يعني كتفيه، أراد بعاتقه عاتقيه يعني كتفيه، كتفيه. العاتق يكون المراد بالعاتق هنا الكتف، يكون الكتف. ما هو الكتف؟ هل هنا هذا المنكب، هذا الكتف من هنا إلى هنا يسمى هذا كله الكتف هذا، هنا فيضعه على عاتقه هنا الكتف هنا. الله. قال ورأسه بينهم، كيف يصبح الكلام مولانا؟ هذه هذا النعش، هنا توجد عصا في قلم، أعطينا قلم، هذه العقل هكذا، واحد يجعلها هنا، المقدم قال يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما، يعني هنا رأسه هكذا، يجعل هذه وهذه على خلف هنا ورأسه هكذا يقف، هكذا يقف، واضح؟ واثنان من الخلف، واحد من هنا واحد من هنا، هذا عند الشافعية، هذا عند الشافعية. مثل الدب، مثل الدب، مثل ماذا؟ دب، مثل أي واحد، مثل الدابة. قال ويحمل المؤخرتين رجلان، وهذا أفضل من التربيع في الأصح من مذهبه، أفضل من التربيع يعني أن يحمل من أن يحمل النعش أربعة، هذا عند الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج من الدار. قال النووي ورواه الشافعي بسند ضعيف، ورواه الواقدي، وقال والدار يكون 30 ذراعا، يعني أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى به مسافة طويلة، مشى بهذا النعش مسافة طويلة على هذه الكيفية، يعني ثلاثة أشخاص. فهمنا أحبابنا لما قال والدار يكون 30 ذراعا، ليبين لك أنه مشى به مسافة طويلة، فدل على أن السنة هكذا تكون واحد من أمام واثنين واثنان من خلف. قال ولأن عمر حمل بين عمودي سرير أسيد بن حضير، بين عمودي سرير أسيد بن حضير، أو حمل بين عمودي سرير أسيد بن حضير، صح بالتنوين، حمل بين عمودي سرير أسيد بن حضير حتى وضع أسيد بالبقيع، صح، وصلى عليه. قال وحسن بن حسن ابن علي فعل كذلك في سرير جابر بن عبد الله، رواه الطبراني في مطولين، يعني في حديثين مطولين،
هكذا ينبغي أن يكون التقدير. وروى البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف واضعا السرير على كاهله. ما هو الكاهل؟ الكاهل لا، الكاهل هو ما بين الكتفين. تعال عندي. هذا الكاهل، لا هذا هو، هذا الكاهل، هذا الكاهل بين الكتفين. فالكاهل ما بين الكتفين. فلما قال قال رأيت سعد بن أبي وقاص واضعا السرير النعش يعني على كاهله هكذا، هذا دليل لمن؟ للشافعي. قائما بين العمودين المقدمين، ونحوه عن عثمان بن عفان وابن عمر في سرير رافع بن خديج. وحمل أبو هريرة بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص، وحمل ابن الزبير بين عمودي سرير المسورة ابن مخرمة. قلنا هذه موقوفات، هذه الأحاديث كلها موقوفة على الصحابة، والمرفوع منها ضعيف، ثم هي وقائع أحوال. ووقائع الأحوال كما تعلمون لا يقاس عليها، يعني هذا حكم خاص بهذه الحالة لا يقاس غيرها عليها، لأمر ما فعل الصحابي هذا الفعل، وليس الأصل أن يفعل ذلك، فاحتمل أن يكون للسنة أو لعارض لأمر ما طرأ عليه اقتضى ذلك في خصوص تلك الأوقات، لذلك قال هي واقعة حال. قال وأن تضع مقدمها الأيمن، أن تضع مقدمها الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على يمينك، يعني تحمل أول شيء مقدم الأيمن كما قلنا، ثم ترجع، هذه مقدم الأيمن، ثم ترجع إلى المقدم، إلى مؤخرها المقدم الأيمن، إلى مؤخرها الأيمن، تضع أول شيء مقدمها الأيمن على كتفك، ثم تضع مؤخرها الأيمن على كتفك الأيمن. قال أن تضع مقدمها الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على يمينك، أتى بلفظ الخطاب تبعا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه خاطب أبا يوسف هكذا. ثم كذا تضع مقدمها الأيسر ثم مؤخرها الأيسر، يعني أنت عندما شيء تضع تبدأ من هنا ثم ثانيا هنا ثم ثالثا هنا ثم رابعا هنا، ويعني ينقلب من مكان إلى مكان. طبعا كيف إذا يعمل كيف يمشي هو ينقلب، يأتي غيره يمسك، يأتي غيره يمسك تمام، ثم ينتقل إلى الخلف، فالذي في الخلف يذهب إلى الأول، ثم يأتي غيره هكذا ويأخذ، ثم الذي في كان صار هنا يرجع إلى الخلف وهكذا، لأن الذي يحمل السرير أو النعش عشرات الأشخاص، قد يكون مئات. فترة معينة تغيير بلحظات، يعني كل واحد يسلم الآخر. أنت ما حملت نعش ولا مرة؟ حملت بل ليس بهذا الشكل. كيف؟ في جانب واحد وتبقى مستمر تمشي هكذا. نعم. الذي تحمل، يعني تحمل أنت من أول المسير من المسير إلى آخر أربعة فقط يحملون الجنازة. لا 20 مثلاً. هنا يعني من تخش الجنازة. مولا الأصل في حملها نحملها السنة أن يحملها أربعة. نعم. بل هنا السنة أن يحملها أربعة، والناس يتسارعون من أجل أخذ الثواب. نعم. الحصول على الثواب. فالأصل مولانا كما قلنا. هذا أربعة، هذا الكتاب أنا أحمل هكذا، يأتي فلان تمام يفعل لي هكذا، أنا أترك فهو يقف أمامي فيحمل، أنا أرجع إلى الخلف، هذا الذي كان في الخلف يغادر ويذهب إلى هنا، ثم يأتي الذي كان هنا يذهب يقف فهذا يرجع إلى الخلف إلى هنا وهكذا. عندنا هكذا في قريتهم، عندهم هكذا. وعندما يكون السمين، من سمين؟ الميت السمين، ولكن التابوت ثقيل جدا، لا يستطيع الأربعة ثقيل
يستعينون عند بأشخاص من الوسط. لا مانع، لا مانع من ذلك. وما هو غير السنة؟ أربع أشخاص إن اضطروا أكثر من أربعة لخمسة وستة لا مانع من ذلك. وما هو السبب مثل في الترغيب أن يغفر أربعين؟ سيد هل هنا ما قال لك من حمل الجنازة يغفر له أربعين كبيرين؟ ألا يكفي هذا؟ أنتم قلتم هذا ضعيف؟ لا ما قلت هذا ضعيف، أنا قلت تحتاج هذا الكلام إلى تحقيق. أنا ما قلت الحديث ضعيف، أنا لا علم لي به، أنا لا علم لي به، تحتاج هذا الحديث لتحقيق. قال ثم كذا تضع مقدمها الأيسر ثم مؤخرها الأيسر على يسارها، لما روى ابن ماجه من حديث أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه أنه قال إذا تبع أحدكم الجنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع ثم ليتطوع بعد، أي بالزيادة، يعني بعد أن مشى فيها أخذها بالأربع أجزاءها، ثم إن أحب أن يفعل مرة ثانية وثالثة ورابعة لا مانع من ذلك ليحصل الأجر، أو ليذر، هو مخير، أي ليترك. قالوا يسرعون بها بالجنازة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. ولكن هذا الإسراع ينبغي أن يكون بلا خبب، لذلك قال بلا خبب، ويسرعون بها بلا خبب. ما هو الخبب؟ قال هو ضرب نوع من العدو، ضرب يعني نوع من العدو، وقيل هو كالرمل، يعني أنت لما تسرع بالمشي فتكون مشيك قريبا من الجري البطيء، ماذا يحصل بأكتافك؟ تهتز هكذا، مشي سريع قريب من المشي البطيء، هذا هو الخبب، هذا هو الخبب، يؤدي إلى اهتزاز. فماذا يحصل بالميت؟ يهتز كذلك وربما يقع. فلذلك قال الشيخ قال ويسرعون بها بلا خبب، بلا خبب. قال وهو ضرب من العدو، وقيل هو كالرمل، ولو مشوا بالخبب كرهه، لقول ابن مسعود سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال دون الخبب، يعني أسرعوا ولكن ليكون دون الخبب، إن يكن خيرا تعجل، أي الجنازة إليه، وإن يكن غير وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار، والجنازة متبوعة، يعني الناس يمشون وراءها، الجنازة متبوعة ولا تتبع ولا تكون خلف الناس. هذه السنة عندنا، ليس منا من تقدمها، من تقدم على الجنازة، يعني ليس على هدينا وليس على سنتنا، ليس منا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهنا المراد ليس منا، يعني ليس على هدينا وليس كفر، وليس المعنى أنه ليس من الملة وليس من الإسلام. لي كتاب أنا ألفته وجمعت فيه كل الأحاديث التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا، وسميته الكتاب ليس منا، قدمت هدية نسخة منه للشيخ الدكتور حسن الشافعي، فقال لي حبذا لو غيرت العنوان، عنوان الكتاب ليس منا يعني شديد. قلت له إن شاء الله إن طبعته طبعت أغير العنوان. جمعت الأحاديث وقمت بشرحها شرحا تفصيليا، شرحا تفصيليا للأحاديث. هنا هذه الأحاديث التي هي جاء فيها لفظ ليس منا ينبغي أن يطلع عليها كل مسلم لضروريتها وأهميتها. الكثير منا يرتكب أخطاء مخالفات، نص النبي عليه الصلاة والسلام فيه على هذا الوعيد ليس منا. قال
قال ورواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وأبو يعلى في مسانديهم. وقد روى ابن ماجة الجنازة الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها، يعني لا يأخذ الأجر من مشى أمام الجنازة. واضح؟ أمام التابوت. أمام الجنازة أو التابوت، هذه التابوت الآن. فمن مشى أمامها ليس مع الجنازة، أي لا أجر له. إن أردت أن تحصل الأجر، الأجر فتمشي خلفها. الجنازة متبوعة لا تتبع، ليست تابعة. إن كان رائدا يعني كان يوصل الطريق إلى المقبرة. الطريق معروف للمقبرة. يعني الطريق إلى المقبرة كل الناس يعرفونه. من لا يعرف الطريق إلى المقبرة إلا الميت مسكين ما يستطيع أن يمشي محمول. نسأل الله السلامة. قال والمشي خلفها أحب، وهو مذهب الأوزاعي. طبعا هذا مذهب عند الشافعية يمشي أمامه، سيأتي الآن الكلام أظن. وقال الثوري وطائفة هما سواء، المشي أمامها والمشي خلفها سواء. وقال مالك والشافعي وأحمد ابن حنبل قدامها أفضل، أن تمشي أمامها. لنا ما قدمنا، ما قدمنا يعني من قوله عليه الصلاة والسلام الجنازة متبوعة ولا تتبع، هذا دليلنا. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تتبع، لا تتبع الجنازة، لا تتبع، ينبغي أن تكون هذا، لا تتبع الجنازة بصوت، يعني نياحة وصراخ وعويل، أو نقول لا تتبعي بصح الوجهان. والله إذا قلنا لا تتبعي أفضل، نهي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، أو واحد يقول له لا تتبعي لجنازة يخاطبه ينهاه عن اتباع الجنازة، لا تتبعي اكسر العين الجنا، لما كسر العين هنا التقاء الساكنين للتخلص من التقاء الساكنين. لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، أن اتباع الجنائز بالنار هذا فعل من؟ المجوس. والمعصيان يموت معصيان كابتن أو هو في جيش مثلا يوجد صوت وحادث. مولانا يعني هل هم أولئك علماء أو مشبعون؟ هؤلاء جهلة. ما دورنا؟ دور ما؟ دورنا في هذا. دورك أنت أن تنكر عليهم إن استطعت. إن أنكرت عليهم أوضعوك السجن وأشبعوك ضربا وإهانة. وإن لم تنكر عليهم سلمت من هذا الأذى. ومن شرط الإنكار المنكر ألا يترتب على إنكار منكر أكبر منه. من شرط الإنكار المنكر يعني أنت مثلا تمشي مع أربعة من أصدقائك، رأيت منكرا في الطريق، أردت أن تنكر، تعلم أنك إن أنكرت سيحصل شجار كبير بينك وبين الذين أنكرت عليهم، وبعد هذا الشجار ستؤخذ أنت وهم إلى السجن وتجري بحاكم وهكذا. فترتب على هذا على إنكار هذا المنكر منكر أكبر منه، فلا يصح الإنكار هنا. هنا لا يصح الإنكار، ولكن عندنا وسائل للإنكار على هذه المنكرات. أنت على المنبر تعلم الناس الحق، تقول لا يجوز، يكره شرعا إذا مات أي إنسان كان مهما كان عظيما، رئيسا، فقيرا، زعيما، وزيرا، غنيا، لا يجوز اتباع جنازته لا بأصوات لا بطبل ولا زمر ولا إلى آخره. هذا تعليم للناس. ولا تقول على المنبر لو أنه فعل، حصل مثلا أن وزيرا مثلا مات وخرج وراءه بهذا الذي قلت أنت، لا تصعد المنبر وتقول لقد فعلوا منكرا وهذا لا يجوز وهم فساق وهم ضلال. لا، إياك أن تفعل، هذا خطأ، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا،
ما كان يحدد. هذا هو أدب الأمر بالمعروف وأدب النهي عن المنكر. هذا الفرق بيننا وبين الخوارج. هذا هو الفرق بيننا وبين الخوارج. المؤمن هين لين في أمره ونهيه، في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. والمؤمن لا يجرح الآخرين، المؤمن لا يجرح، لا سيما إن كان الآخرون أصحاب مناصب، وزراء، رؤساء، زعماء. ماذا قال رب العالمين لسيدنا موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون؟ قول اللين. ماذا قال؟ فقولا له قولا، فقولا له قولا لينا. يعلمنا القرآن كيف نأمر الزعماء والسلاطين وأصحاب المناصب والوجهاء. أنت لا تستطيع أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر كما تأمر غيرهم بالمعروف، لا، لهم أسلوبهم الخاص. فهمنا أحبابنا؟ اللهم ارزقنا الحكمة في الأقوال والأفعال. قال لنا ما قدمنا، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعي أو لا تتبعي، صح الوجه، لا تتبعي، لا تتبعي الجنازة، لا تتبعي الجنازة، التاء الأولى مضمومة، لا تتبعي الجنازة بصوت ولا نار ولا تمشي بين يديها. أعطيني القلم إذا كان معك. لا تتبعي الجنازة. تفضل مولانا. ولا تمشي بين يديها. رواه أبو داود وأحمد وذكره الدارقطني وعلله بما فيه من الاختلاف. وقول أبي أمامة إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مشى خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيا، رواه الحاكم وسكت عنه. وما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى توضع في القبر فله قراطان. وما هو القراط؟ القراط مثل جبل أحد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو القراط، فقال مثل جبل أحد. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن ابي طاووس عن أبيه قال: ما مشى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة. وروى أيضا هو وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كنت في جنازة وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها وعلي يمشي خلفها، فقلت لعلي: أراك تمشي خلف الجنازة وهذان يمشيان أمامها؟ قال علي: لقد علمنا أن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على الفذ. لكنهما، انظر أدب العلماء، أدب الكمل من الناس، لم يتهمهما بمخالفة السنة، قال لكنهما أحبا أن يسرا على الناس. هذا أدب من؟ أدب الكمل. أما واحد الآن لما تجد إنسان مثلا ربما ترك سنة أو خالف سنة، ما يبدأون بالتشهير به، هذا ما فعل منكر، ما فعل منكر. في صديق لكم كان يأتي ولم من فترة ما رأيته، أنت ذكرته باغيلان، هو عايش على قيد الحياة؟ لماذا لم يعد من يحتاج عبد الله؟ اعتذر عن الدرس، لن يحضر بعد الآن؟ لا يسيطر. لماذا؟ طيب، كان ينبغي أن يحضر الدرس اليوم مع الفذ، الفذ الواحد، الفرد هنا. قال إذا فهمنا الأدب، قال لكنهما أحبا أن يسر على الناس. وعن أبي أمامة قال: سأل أبو سعيد الخدري علي بن أبي طالب يسرا، ما في ازدحام، يسرا على الناس، أننا نحن نمشي أمام الجنازة كي يفسح المجال لغيرنا لغيرهما من المشي خلفها. حافيا. نعم، حافيا، حافيا بدون حرب، بدون نعل، يعني هكذا.
وعن أبي أمامة قال سأل أبو سعيد الخدري علي بن أبي طالب المشي خلف الجنازة أفضل أم أمامها؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه والذي بعث محمدا بالحق إن فضل المشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. فقال له أبو سعيد أبرأيك تقول أم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر. فغضب فقال لا والله بل سمعته غير مرة ولا اثنين ولا ثلاثة حتى عد سبعة. فقال أبو سعيد إني رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامهما. فقال علي يغفر الله لهما لقد سمعا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعته إنهما والله لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس كيف يعلل ويتضايقوا فأحبا أن يسهلا على الناس. فهمنا أحبابنا؟ هذا أدب الكبار أدب العظماء. فتأدب بأدبهم يا رب. اللهم أدبنا بآداب الصالحين يا رب. روى عبد الرزاق وعله ابن عدي في الكامل بمطرح من رواته. وقال ابن معين الضعف على حديثه بين واضح. الضعف على حديثه على حديث مطرح يعني هذا حديثه ضعيف وضعف حديثه واضح لا يحتاج إلى دليل. طبعا لا يحتاج إلى دليل بالنسبة لابن معين. وعن نافع قال خرج عبد الله بن عمر في جنازة وأنا معه فقلت يا أبا عبد الرحمن كيف السنة في المشي مع الجنازة أمامها أو خلفها؟ فقال ويحك نافع أما تراني أمشي خلفها؟ أنا اعترض كلمة ويحك ماذا تعني كلمة ويحك؟ ذكرنا هذا في الدرس الماضي. أيوة أيوة كلمة تقال لمن أحببت لمن أحببته إذا وقع بخطأ تقول ويحك لما فعلت هذا. أما كلمة كلا للزجر. فقال ويحك أما تراني أمشي خلفها؟ رواه الطبراني. ولأن المشي خلفها أوعظ فإنه ينظر إليها يتفكر في حال نفسه لديها ويتذكر أنه من اللاحقين للسابقين. ولأنه ربما يحتاج إلى التعاون في حملها. وللشافعي ومن وافقه ما في السنن الأربعة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة. إلا أن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. وأسند الترمذي إلى ابن المبارك أن حديث الزهري هذا مرسلا أن حديث الزهري هذا مرسل ينبغي أصح من حديث تم مرسلا حالة كونه مرسلا أن حديث الزهري هذا مرسلا حالة كونه مرسلا أصح فأصح خبر أن أصح واضح أحبابنا أصح من حديث ابن عيينة. ولأن أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد كانوا يمشون أمام الجنازة ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم ليمهد المقصود. الله جميل. لماذا كان يمشون أمام الجنازة؟ لأنهم شفعاء لعلو رتبتهم ومكانتهم. وقال مالك تقدم أي الجنازة على الركاب إذا كان الناس يركبون الجنازة تكون أمامهم دون المشاة. المشاة يكونون خلفها دون المشاة يكونون أمامها. تقدم الجنازة على من كان يركب أما المشاة يكونون إيش أمامها وهي خلفها. لما في السنن الأربع عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. قال ويكره رفع الصوت بالذكر مع الجنازة. ليه؟ قال لأنه بدعة محدثة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أنت عندما تمشي خلف الجنازة ينبغي أن تكون معتبرا متعظا. والعبرة والوعظ يتنافيان مع رفع الصوت. الخاشع المطلع يمشي هكذا ساكنا
ثم قال وكره الجلوس قبل وضعها لقفنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا واحفظنا من أسرار الفاتحة.